فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فصل. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وفي لفظ وفي لفظ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، وهذا إتمام لما سبق لما فرغ من ذكر مخالفة غير المسلمين على اختلاف طبقات غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وثنيين وملاحدة وفلاسفة وغير ذلك. ذكر أنه جاءت الأدلة أيضا بمخالفة الشيطان، والمراد بالشيطان المارد. الشيطان يطلق على كل متمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى، فهو شيطان سواء كان من الجن أو كان من الإنس أو كان من الدواب. فمن تمرد على السنة أو على السنن الكونية فإنه شيطان، ولكن المراد بالشيطان هنا الشيطان الأكبر، رأس الشياطين، وهو إبليس. ويشمل هذا كل شيطان من ذريته أو من بني آدم، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال أو الشراب باليد الشمال. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت بشمالك تشبهت بالشيطان. وهذا يمشي عليه الكفار اليوم، يأكلون بشمالهم ويكتبون بشمالهم ويتناولون بشمالهم لأنهم ذرية الشيطان وأتباع الشيطان. فالمسلم يتجنب هذا الشيء ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويقدم يمينه لكل مستطاب ويقدم شماله لكل مستقر ما هو من إزالة الأذى والتنظيف، هكذا.